السلام عليكم. في الفيديو اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم مافين البرجر، جدا لذيذ وفكره جديده، فاذا حبيتوا تعرفون كيف سويته تابعوا معي. اول شيء بالنسبه للدجاج راح اضيف دجاج مفروم واضيف له البهارات اللي هي بودره الثوم وبودره البصل وبهارات ايطاليه وايضا ملح وفلفل اسود وبقسماط. بعد ما نخلطهم كلهم مع بعض راح ننتقل للخبز. الخبز اللي استعملته خبز المافين، سبق وسويته لكم في فيديو سابق، تلقين رابطه تحت صندوق الوصف. راح افرد العجينه ثم اضيف في نصها الدجاج بشكل دائري، ثم راح اضيف فوقها الاجبان. راح استعمل جبن شرائح وايضا جبن موزاريلا، وممكن تضيفين جبن تشيدر او اي نوع جبن تحبينه. مهم تركزون اثناء تسكير الخبزه لان ما نبغى نحس كل شيء مع بعض، فرح نجمع الأطراف ونمسكهم مع بعض ثم نساويها ونخليها دائرية. وبس هذا هو شكل الخبز النهائي. بعد كذا رح أدخلها الفرن على نار من تحت درجة 180 مدة 20 دقيقة تقريبا. بعد ما أطلعهم من الفرن راح ألفهم بقصدير عشان تحافظ لي على حرارتهم. وبس هذه هي طريقة البرجر، جدا لذيذة. طبعا أثناء التقديم لا تنسين تقدمينها مع صوص مايونيز وكاتشب وخردل وغيرها. جربوا الطريقة وقولوا لي رايكم تحت بالكومنت او بحسابي بالانستغرام او تويتر. الطريقة كاملة والمقادير موجودة في المدونة، رابطها تحت صندوق الوصف. يعطيكم العافية على المشاهدة ولا تنسون سبسكرايب ولايك. مع السلامة.